قال عن أيوب تكاثروا على القاسم بن محمد. من القاسم بن محمد؟ مر معانا قبل درسين. قاسم بن محمد من هو؟ الله أكبر، كانوا كاينين ندرس لمين؟ لا أدري. يقولوا تفضل. نعم، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أعطينا عليه درسا كاملا في سير أعلام النبلاء. فقيه كبير من فقهاء المدينة السبعة، ومع ذلك في الحج الناس بتسأل شو بيقول؟ لا أدري. أيوة، فيقول لا أدري، ثم قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. يعني ما تفكروني أنا بدي أخبي عنكم العلم، أنا فعلا أنا إيش؟ لا أدري. إحنا ما شاء الله، أي سؤال ولا يهمك نزل على الفيسبوك سؤال، شوف أكم من فتوى من فتوى بتيجي، خصوصا من جيل الألفين. الله وكيلك، عمره 18 سنة، مفتي الثقلين مسمي حاله، يعني الإنس والجن لو بدك الجن تسأل برضه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة كمل 68 و500 و1000. عن عبد الملك بن سليمان قال سئل سعيد بن جبير، أي سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس والذي قتل بين يدي الحجاج، شو ماله هذا الفقيه الكبير؟ نسمع. سئل عن شيء فقال لا أعلم. إيه، قال لا أعلم. ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. يا ويلك يا ويلك، إذا بتقول أنا أعلم وهي أنت إيش؟ لا تعلم. قل أعلم. واحد اتصل فيه تلفون، شرح شرح شرح، أخي قلت له لا أعلم. قال يا شيخ ما هو هلك، قلت له لا أعلم. قال له ما هو هلك، قلت له بقول لك لا أعلم. سكرت التلفون، بده يوقعني الأخ. ليش؟ كما قال ابن عمر سوف يأتي الآن، سوف يتخذون مطية إلى دخولهم الجنة ونحن إلى النار. بده يحطها في رقبة عالم، هو مساوي كل اشي، هسه بده يدور على فتوى بعد مساوى. معاه تلفونات المشايخ، معاه 20 تلفون، والان في عنا واتساب. واحد جزاه الله خيرا قال انا من خارج الاردن وعندي سؤال. قلت خارج الاردن له حق علينا اكثر، شكله مقطوع ولا هي ايش؟ رسالة محولة. قلت محولة معناته هذا بعت الرسالة لايش؟ لميت شيخ. فبعدت له بس، وكل سؤال الله 5 أسئلة، كل سؤال 3 دقائق شرح، الأخ ماخذ راحته في الشرح. فبعدت له هل راسلت أحدا غيري قبل ما أجاوبك؟ قال نعم ولكن لم يجب أحد. قلت له من متى؟ لم يجب أحد، لا صادق، ما هو لأنه له دقيقة باعتها، له دقيقة باعت الرسائل. لم يؤمن، لم يجب احد، له 25 سنة لا دقيقة. كشفته على طول. فقلت له كم المدة الزمنية التي راسلت فيها العلماء؟ فعرف اني كشفته. لو بقول يعني ما بدك تجاوب يعني، فهذا مقتل للعلماء، بده يراسل 20-30 شيخ بعدين يصير ينقي ايش اللي بده اياه. والله هذول مشايخ الاردن، في 1-2 كويسين هاتهم، مشايخ الشام 1-2، ومشايخ بريطانيا، بريطانيا فيها مشايخ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، في مشايخ الله يعينهم مهجرين. طيب نسمع 71 و500 و1000. عن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد. ها رجعنا لمين؟ مين عرفتوا القاسم بن محمد؟ فقيه القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، ابو بكر الصديق الله مرضى عنه، انجب ولد اسمه محمد بس ما طلع فقيه، لكن ربنا اكرمه مين؟ بالحفيد. ما هو العرق دساس، العرق دساس، انت بس تكون صالح راح يظهر الخير ولو في احفادك، تستعجلش بس انت كن صالح، كن صالحا. اسمع. قال اذ جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه. نعم لا أحسنه، لا أعلم، لا أدري، ما بحسن.
كما يقول إخواننا السوريون ما بحسن، هكذا قال لا أحسنه. نعم رقم 72 و500 و1000. قال سمعت مالكا يقول سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له لا أراك فهمت ما سألتك عنه. انظر بسأل العالم، بسأل مين؟ أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني البصري. واحد بيسأله سؤال شو بقول له أيوب العالم هذا؟ قل لا أدري. تعرف شو بقول له؟ قل له شكلك مش فاهم سؤالي. لا حول ولا قوة، في ناس ما بتعرف تحكي كلمتين، شكلك مش فاهم سؤالي. بدل ما يقول له أنا ما عرفتش أوضح سؤالي، يقول له شكلك بتفهمش علي سؤالي. فالعالم هذا صاحب خلق قال له فهمت سؤالك لكن لا جواب عندي. انت بتحكي انجليزي؟ لو بتحكي انجليزي فاهمين عليك. فللأسف بعض الناس ما بتأدب مع المشايخ. شكلك يا شيخ ما فهمتش، يعني انا انت بتفهمش يا شيخ. ومين روح روح الله يرضى عليك، روح معنا ضغط وسكر، يعني مش انا يعني الحمد لله ما عيش، لكن على الطريق شكله مع هالأمة.